ลำดับต่อไปนะครับเป็นผู้เข้าทำการทดสอบเป็นผู้แทนของมหัดนาซีฮะตุสุนนะจังหวัดฉะเชิงเทราเด็กชายชากิรินโมรมัดนะครับท่องจำใน10ยุคสุดท้ายนะครับตั้งแต่21ถึง30นะครับนักเรียนจับฉลากชุดคำถามก่อนนะครับอัลมุตซาบิกุลคอมิสชากิรินโมรมัดมินมหัดนาซีนาตินาซีฮะตุสุนนะมินวิลายะฉะเชิงเทราฟันยะตะฟัดดอลมัชกูรอนักเรียนท่องจำนะครับใน10ยุคสุดท้ายนะครับจับได้ชุดคำถามชุดที่3นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสอัลอัวลอิกรอมินกอลิฮิตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมأَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضِ اقرأ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِبسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوةوأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونثم كان عاقبة الذين ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئونالله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالىوعجبوا أن جاءهم منذر منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهموقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكمإن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
أأنذر عليه الذكر ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنذر عليه أأنزل عليه أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد حسبك السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين حسبك السؤال الأخير اقرأ من أول سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله فيك صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ครับที่จบลงไปนั้นครับเด็กชายชากิรินโมรมัดนะครับเป็นผู้แทนของโรงเรียนมหัดนะซีฮะตุสุนนะจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับالحمد لله استمعنا إلى تلاوة العترام من شاكر مورمت من معهد نصيحة السنة المحمدية بولاية شاشنساو ضواحي العاصمة بانكوك العاصمة